طيب تعالوا احنا نبدأ مع بعض استكمال باست بيرفكت. احنا كنا اتعلمنا مجموعة روابط بيجي بعدها مباشرة باست بيرفكت، ومجموعة روابط تانية عكسهم في الاستعمال بيجي بعضهم باست سيمبل، وخدنا صيغ مختصرة للروابط دي. دلوقتي الدور على حاجة اسمها الروابط الجزئية، وانا سميتها كده الروابط الجزئية ليه؟ لأن هي بتنزل على جزئين، بتنزل الجملة، احنا متعودين ان الرابط بينزل يربط ما بين الجمل اللي موجودة، وبينزل لوحده رابط زي كلمة افتر وخلاص، نزلت ربطت ما بين الجمل. لكن الروابط اللي هنستعملها دلوقتي مع الماضي التام هي روابط جزئية، بتنزل على جزئين، يعني الرابط عبارة عن جزئين. يعني مثلا ايه هي مجموعة الروابط الجزئية دي؟ تعالى اقول لك عليها. بص يا باشا، الروابط الجزئية هي no sooner و hardly و scarcely. no sooner و hardly و scarcely بيجي بعدهم التصريف التالت، انا هقول لك طريقة استخدامهم. لكن ايه هي الجزء المكمل ليهم؟ يعني هتلاقي مثلا no sooner بينزل معاها في نفس الجملة than، ده رابط جزئي تاني than. hardly بينزل معاها في نفس الجملة when، وسكيرسلي برضو بينزل معاها في نفس الجملة when. يعني no sooner هي اللي بينزل معاها زين، وهاردلي وسكيرسلي when. ازاي تستعمل الروابط الجزئية؟ اولا انا عايزك ما تركزش في المعاني بتاعتهم، لان احنا هنا مش مستعملين no sooner وهاردلي وسكيرسلي بنفس معانيهم، احنا مستعملينهم بشكل تاني خالص. استأذنك بس خليك معايا ثانية. طيب نستكمل، احنا اتكلمنا على الروابط الجزئيه، قلنا هي بتنزل عباره عن جزئين، no sooner بينزل معاها الجزء الثاني المكمل ليه زان، وهاردلي بينزل معاها وين، وسكيرسلي بينزل معاها وين. اللي كنت بقوله لك المعنى ان انت مش لازم تبص على معاني no sooner وهاردلي وسكيرسلي، لان مش داخلين على الجمله بمعانيهم. عشان تسهل على نفسك اعتبر ان هي معناهم زي after، immediately after، اللي هو مباشرة بعد بعد حدوث الفعل. طيب تعالى كده بص معايا، لو انا بقول لك انت هتستعملهم زي after، فمعنى كده ان الجملة اللي هتيجي معاهم او بعدهم هتبقى زمانها ماضي تام ولا ماضي بسيط؟ هتبقى زمانها ماضي تام، لان هي زي after بقول لك. بس بقى خد بالك ان no sooner و hardly و scarcely ما بتستعملهمش زي افتر بالظبط، بحيث ان انت تحطهم وتحط بعضهم جملة ماضي تام، ده هم بيخشوا جوه جملة الماضي التام. تعال اقرا معايا اول مثال. He had no sooner completed his studies than he traveled abroad. يعني هو بعد ما خلص الدراسات بتاعته قدر يسافر بره. بص بقى no sooner استعملناها ازاي؟ دخلناها ما بين هاد وما بين التصريف التالت، يعني هي دخلت على جملة الماضي التام، وبعد كده رحت حاطط زين وجايب الماضي البسيط. المثال التاني بنفس الشكل. I had hardly، ممكن scarcely put my needs when I went home. يعني بعد ما اشتريت الاحتياجات بتاعتي بعد كده روحت. When I went home. بص بقى دخلت ازاي بنفس الشكل. No sooner و hardly و scarcely دخلوا بعد هاد، ما بين هاد وما بين التصريف الثالث، والجزء المكمل ليهم حطيته قبل جملة الماضي البسيط. في ناس بقى بتحب عشان ما تلخبطش نفسها تبدأ بنو سونر و hardly و scarcely زي ما كنت ببدأ بأفتر أو as soon as. لو هتستعملهم في البداية ماشي، بس خلي جملة الماضي التام جاية على شكل سؤال،
يعني ايه يا مستر على شكل سؤال؟ يعني ما تحطش فاعل وفعل، اعكسهم، فعل فاعل، فعل وبعد كده فاعل، زي المثال اللي قدامك كده. اقرا معايا، بادئ بهاردلي او سكيرسلي، ما قالش هاردلي وسكيرسلي هي هاد واتشد، لا، عملها على شكل سؤال، عكسهم، خلاها هاد هي واتشد، هاردلي او سكيرسلي هاد هي واتشد تي في وين هي وينت تو بيد. وبرضه لما بدأ نو سونر في الجملة الأخيرة أهي، بص، نو سونر هاد ميدو كام هوم ذان هي بيجان تو دو هيز هوم ورك، برضه حط بعد نو سونر بدل ما يقول هي خلاها هاد. تعال ناخد تدريبات على اللي احنا اتعلمناه ده، سؤال سؤال كده قبل ما ناخد الريدنج. أحمد سامح، ممكن نبدأ من عندك؟ Number one, did you a secretary for your office? التدريبات طبعا زي ما تتوقعها هيخش فيها تدريبات على الماضي البسيط، ماضي تام مع ماضي بسيط. Did you found? Did you معلش بالليتر كده قول لي find ولا found ولا was found ولا had found؟ be found. لا، خد بالك يا احمد ان وجود did هيخلي الفعل في المصدر. Did you find؟ did دايما بيخلي الفعل في المصدر. Number two. نشوف اسلام. A secretary found for your office. هل وجدت سكرتيرة عشان المكتب بتاعك؟ صيغة passive. لا، مش هاد، مش هاد، لان هنا مفيش فعلين وده الاقدم، هنا هتبقى was. Was a secretary found for your office. Number three شروق. My uncle didn't remember the promise. عمي ما افتكرش الوعد he made اللي هو عمله. هنا مفيش روابط، مفيش روابط ربطت الجملة، بس في عقلي بيفهمني وبيقول لي انهي فعل كان اقدم وحصل الاول. هاد فعلا، لان هو ده الفعل الاقدم، ان هو وعدني، وطبعا بيقول بعد كده ان هو مش ناسي الوعد ده. نمبر 4 مهند. My uncle didn't remember the promise. عمي مش فاكر الوعد ذات made by him، الوعد اللي صنع بواسطته، صيغه passive برضه. was made. was made. excellent. مهند انت دخلت متاخر وفي جزء فاتك بتاع شرح الروابط الجزئيه. اه معلش كنت بره. انا مسجلها الفيديو ده مسجله، فلو عندك تليجرام ابعت لي منه، ابعت لي من التليجرام عشان ابعت لك الفيديو ده. تمام. نمبر 5 نرجع لأحمد. I into a good family from the south of Egypt. أنا اتولدت في عيلة كويسة من جنوب مصر. هبقى بي. بي. excellent يا أحمد، صح. was born. ونمبر 6 I didn't answer any question. اسلام. I had read it carefully. until. excellent. until، لان باين قوي ان جاي قبلها نفي وبعدها ماضي تاني. نمبر 7 when Maryam was young she used to in London. جالنا النهاردة حاجة على used to في التدريبات بتاعت الواجب. التدريبات مش باينة. مش عارف اسمعك يا سيدي. طب حل يا مهند.
تمام. نمبر 7 اقرأ لي كده الجملة وحلها استعمال used to. When Maryam was young, she used to live. اه she used to live in London. To live عادي. Excellent. درس الريدنج بتاع يونت 10 عشان نبقى خلصناها بيتكلم على النيوز، نيوز ستوريز، اخبار جديده وازاي بنحصل على الاخبار. تعالى نبدا درسنا مع بعض. بيقول it seems that today less than 50% of us get our news from traditional sources like newspaper and television. طبعا غير زمان، يعني زمان كان 100% او كل الناس بتبقى الاخبار بتاعتها من المصدرين دول بس، يا اما من الاخبار اللي بتيجي في التلفزيون يا اما من الجريده النيوز بيبر. دلوقتي 50% بيعتمد على المصادر دي. Everyone is turning to the internet and social media for news, and some experts fear that we might accept some unreliable news stories as fact because we read social media sites which share our opinions. كتير بقى دلوقتي من الناس بيلجأ للأخبار بتاعته إن هو ياخدها من على السوشيال ميديا، من مواقع التواصل. الخبراء في المجال ده عندهم تخوف كده، بيقولوا إن إحنا بقينا نقبل الأخبار حتى لو هي unreliable. وانريلابل بمعنى مش حقيقيه، اخبار مش موثوق فيها، مش حقيقيه بس بنقبلها يعني لمجرد ان هي موجوده على السوشيال ميديا. But is this true؟ هل ده صح؟ Search engines lead us to a wider range of sources which means we can read the news from many different places. However, we should always question what we read and never just accept it as a true. خبراء البحث او السيرش انجنز اللي موجودين هنا، محركات البحث، محركات البحث اللي هي النتائج بتاعته مقصود بيها كده، يعني بتخلينا نوصل لايه؟ ان في نطاق واسع من المصادر هي اللي بتحط المعلومات والاخبار بتاعتها على الانترنت، وبيبقى المصادر دي طبعا جايبه الاخبار من اماكن مختلفه ومنها الحاجات اللي مش حقيقيه. فالصح اللي احنا المفروض نعمله ان احنا question، نتساءل عن مصدر الاخبار دي ونقرا كويس ونفهم هل الاخبار دي حقيقيه ولا لا. عندنا كمان secondary school students in UK، في مدرسه في الولايات المتحده، في الامم المتحده، المدرسه دي مدرسه ثانويه، have had the chance to become news reporters for the day. جات لهم فرصة ان هم يعملوا زي مجلة كده يعرضوا بيها الاخبار بتاعتهم. Students created the news website and produced a news report. الطلبة هي المسؤولة عن كل حاجة. هي اللي عملت الموقع بتاع المدرسة، وهي اللي انتجت تقرير وجابت فيه اخبار معينة تعرضها فيه. They selected students to be reporters. هم اختاروا بعض، واختاروا بعض الطلبة ان هم يبقوا هم reporters، المحققين والصحفيين، and photographers، ومين في منهم بيطلع يبقى مصور بيصور الأخبار ويجيبها. went out to look for interesting news in their community. بيجيبوا أخبارهم من المجتمع ويصوروها ويعرضوها في مجلة بتاعتهم. When they had interview with people and had written their stories، البعض منهم بيروح يعمل مقابلات مع ناس ويكتبوا عن القصص اللي سمعوها. The reporters gave their work to the news readers who then recorded the news. وبعد كده بينقلوا الأخبار بتاعتهم ديت للقراء وبيسجلوا الأخبار بتاعتهم في المجلة. The videos were uploaded. بيعملوا فيديوهات ويبتدوا يرفعوها to the news website، للمواقع اللي هي مسؤولة على الأخبار، وطبعا هم مصممين المواقع دي. And some were broadcast on local television. وفي منهم اتقبل أو اتنقل وفعلا دخلوه في الأخبار المحلية اللي بتتعرض في التلفزيون. فكرة جميلة جدا جدا إن طلبة هي اللي تعمل كده. عندنا بعد كده Facts do they matter، عن واحد اسمه سعيد يوسف. is a fact checker. ده راجل شغال fact checker تبع جريدة، وهو المسؤول عن التحقق، متقصي الحقائق أو التحقق من حقيقة الأخبار اللي بتتعرض. اسمه fact checker. He checks the facts and reports before they are sent to the editor. هو ده اللي بيتحقق من الأخبار قبل ما الأخبار دي تتعرض على رئيس التحرير ويبتدي ينزلها في الجورنال.
Said explains the news stories can use false facts and opinions, but it must be clear which is which. يعني بيقول ان هو بيتحقق من حاجتين، من الحقائق اللي بتتعرض في الاخبار ورأي الناس فيها. Must be clear، انهي هيبقى اسهل واوضح للناس. Facts can be checked، but opinions are the points of view held by the writers. الراجل ده بيقول ان الفاكتس الحقائق ممكن نتقصى عنها ونفحصها ونعرف مصادرها ايه، ولكن opinions اراء الناس دي حاجه ما نقدرش نتحكم فيها، لان دي حاجه خاصه بالكاتب وبالقارئ. He believes that it's important for the public to trust the information in the story. بيقول الراجل ده بيقول مهم جدا ان عامة الشعب يبقى عنده ثقة في المعلومات اللي بتتعرض داخل اي قصة عندنا. But some newspaper he admitted are better at checking facts than others. بيقول مش كل المجلات طبعا او الجرائد عندها نفس الدقة في عرض وتقصي الحقائق. في جريدة بتبقى احسن من التانية. It can cause serious problem if the newspaper print stories without checking the information printed. يعني بيقول بتبقى مشكلة كبيرة لو جورنال او جريدة معينة عرضت معلومات واكتشفوا بعد كده ان المعلومات دي ما كانتش حقيقية. Teenage Wordlet ده برضو استكمال لدروس الريدنج اللي موجودة في الوحدة عندنا. A new website has just been launched by teenagers for teenagers. مجموعة من الصغيرين الشباب او الناس الصغيرين المراهقين عملوا مجلة كده للمراهقين اللي زيهم. Our world is the creation of Jake and Amy Hope who wanted a new website that other teenagers would enjoy. المسؤول عن المجلة او الموقع ده جيك وامي، هما اللي عملوا او الفكرة، وكان الغرض منها ان هما يعملوا موقع للاخبار يتعرض عليه اخبار الشباب الصغيرين والمراهقين الناس اللي في سنهم ويستمتعوا بالموقع ده وبالاخبار اللي فيه. Adults think teenagers are only interested in music and sports. ايمي بيوضح حاجة بقى، بيقول يا جماعة الناس فاكرة ان الصغيرين الشباب الصغير والمراهقين ما بيهتموش بحاجة غير الموسيقى والرياضة. But that isn't true. بس ده مش حقيقي يعني. Our world has news, technology, education, music, sport. But what makes it different is that all the reporters are teenagers. بيقول المجلة بتاعتنا، هم مسمين المجلة بتاعتهم Our World، عالمنا. بيقول لا، احنا بنعرض فيها اخبار بنتكلم عن التكنولوجيا والتعليم، في اخبار عن الموسيقى وعن الرياضة. بيقول هو بس الموضوع مختلف شوية عن اي مجلة تانية، ان كل المحققين والصحفيين واللي شغالين معانا كل دول teenagers، يعني شباب صغيرين جدا جدا. Teenagers sometimes see the world differently to adults. جاك بيقول ان الصغيرين بيبقوا شايفين العالم بشكل مختلف شوية عن الكبار. And he told us it seemed he is right. والولد فعلا ده عنده حق. It's brilliant. Said 13-year-old Henry. يعني واحد من الناس اللي بتقرأ المجلة بتاعتهم عنده 13 سنة اسمه هنري، ورأيه فيها ان هي brilliant، جميلة رائعة. It's much more interesting than most websites. بيقول بصراحة ان الموقع بتاعهم احسن وشيق عن اي موقع تاني. His sister agrees. واخته برضو بتتفق معاه على الرأي ده. I really like the fact that all the reporters are by teenagers who are keen on the same things as me. بتقول عجباني قوي رأيهم في المجلة والأراء والحاجات اللي بيعرضوها، التقارير والحاجات اللي بيعرضوها فيها، لأن كل اللي بيتعرض حاجات الشباب اللي في سننا هم اللي بيحبوها وشغوفين بيها جدا جدا. أعتقدش في حاجة تاني عن دروس الريدنج كده، استكملناها كلها عن يونت 10، فهيبقى كده خلاص. الحمد لله يونت 10 خلصانة معانا، مفيش فيها أي حاجة جديدة تاني كده تتقال. اللي مطلوب منكم المرة الجاية إن شاء الله هيبقى يوم الاثنين مش الأربعاء، هيبقى يوم الاثنين. عايز أشوفكم قبل الامتحان، لأن داخل الامتحان يوم الأربعاء يوم الثلاثة. هيبقى مثلا برضو زي دلوقتي
امتحانكم الثلاث صح؟ الحصة قصدي. الحصة هيبقى زي اه دلوقتي كده، هناخدها مثلا على الساعة 3:30 ولا حاجة بعد العصر كده، يعني قبل المغرب على تمام طول إن شاء الله. وأنا برضو هأكد عليكم على الجروب، تمام أنا بس شكرا. عايزكم تحلوا لي الأسئلة بتاعة يونت 10، اعملوها لي هوم وورك. الأسئلة بتاعة يونت 10 زي ما احنا عملنا أسئلة يونت 9 هوم وورك، هنعمل أسئلة يونت 10 هوم وورك، وتقولي هتسمعوا الورقة اللي باقية من يونت 10. اللي ما سمعش يونت 10 خالص هيسمعها كاملة يوم الاثنين، واللي مسمع أول ورقة فيها هيسمع لي الورقة التانية اللي باقية، عشان نبقى مخلصين يونت 10 خالص. وتعملوا لي الواجب وأشوفكم في نفس ميعادنا الواجب الأول، يا مستر معلش اللي هو هيبقى ايه بالظبط؟ اللي هو التيست الامتحان بتاع يونت 10 في كتاب جيم، تمام ال 16 سؤال اللي تشوز اللي موجودين في تمام الامتحان. تمام كده؟ خلاص تمام اوكي، وهأكد عليكم الميعاد بتاع يوم الاثنين ده ان شاء الله هيبقى بعد العصر كده، وانا هأكد عليكم في الجروب بتاعنا على الواتس ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء كلكم، الله مع السلامة ماشي حبايبي، مع السلامة. سلام.